صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين؟ واضح أن الله جل وعلا لم يجبر الناس على الإيمان، وإنما جعله اختياريا، جعله اختياريا، من شاء آمن فيكون له السعادة، ومن شاء يكفر فيتكون له النار. هذا اختيارك أنت، أنت اللي اخترت لنفسك هذا. فالله لم يجبر الناس على الإيمان، وإنما جعله اختياريا لأجل أن يميز بين من يطيع الله باختياره ومحبته ورغبته، ومن يتكبر ويعصيه. نعم.